السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن الجزء الثالث من موضوع المحولات، وراح يكون حديثنا بخصوص الترانسفورمر تابس. وحكينا في السابق انه المحولات ممكن تصنيفها باكثر من طريقة، ومن ضمن هاي التصنيفات انه يكون في عندي الconventional transformer والvariable transformer والtapped transformer. وحكينا موضوع التابينج يتعلق بانه ملف البرايمري او ملف السكندري يكون في له تفريعات، which means انه الملف نفسه بكون ملفوف بعدد معين من اللفات، فعند كل جزء من العدد هذا الكلي باخد انا برانش من الملف بطلعه. فلو كان عندي عدد اللفات على سبيل المثال 1000، ممكن اطلع برانش على كل 200 لفة. هذا بدوره بيؤدي الى انه الجهد اللي رايح على الملف كامل ممكن تجزئته والاستفادة منه بطريقة او باخرى. طبعا التابينج في الملفات تاعت المحول عادة يستفاد منها في محطات التوزيع، او بمعنى اخر اللي هو في محولات التوزيع distribution transformers، بحيث انه بكون في مجموعة من التابس، خليني احكي التفريعات في الملفات، وبتسمح لتغيرات بسيطة بعدد اللفات اللي بدورها بتغير مقدار الجهد اللي بقدر اطلعه. طبعا هذا الحكي بعد ما يطلع من المصنع بكونوا اوريدي عملوا هاي التفريعات وطلعوها لحتى يثبتوها في محطات التوزيع. طبعا حكينا نقل الطاقة بتم من خلال توليدها بالمحطات التوليد، وبالتالي رفع الجهد عن طريق محولات step up transformers، ومن ثم نقلها من خلال خطوط النقل، ومن ثم تخفيض هذا الجهد باستخدام محولات step down، ومن ثم توزيعها. فالمحول نفسه اللي بيعمل تخفيض اللي هو step down هو اللي بكون له tapping على اساس يستفاد بضبط الجهد طبعا قبل ما يتم توزيعها. عشان انا اوضح الكلام اللي بدي احكيه خليني اروح للسلايد الثاني. من خلال هذا السلايد شو منشوف؟ منشوف انه انا في عندي محول البرايمري وايندينج تبعه له تابس، والسكندري ملوش تابس، وبحكي لك انه على كل تاب من هذول التابس الموجودة على البرايمري الجهد بدخل بمقدار مختلف، بس الاوتبوت بده يكون نفس القيمة. فلو اطلعنا احنا على البلس 5% تاب، بنلاحظ انه من اذا دخلنا 13.86 كيلو فولت بنطلع 480. التاب الثاني بتكون الزيادة عن النومينال ريتنج 2.5%، التاب الثالث نومينال ريتنج اللي هو 13.2 كيلو فولت، وبعدين ناقص 2.5% وناقص 5%. طبعا في كل تاب من هذول التابس بدخل قيمة جهد مختلفة. شو الهدف من هذا الكلام؟ الهدف منه انه حسب قيمة الجهد اللي واصلة عندي انا بختار شو التاب اللي لازم استخدمه. يعني لو انا الترانسميشن لاين اللي بده ينقل الجهد اللي رفعناه اوريدي في محطة رفع الجهد الستيب اب ترانسفورمر، واصلني الجهد مثلا 12.87 كيلو فولت، فبروح بستخدم التاب الرابع اللي هو ناقص 2.5%، لانه انا بالنهاية بدي مثلا 480 فولت على ملف السكندري. فهذا الحكي بيصير امتى؟ بيصير وقت ما اعمل انستوليشن للديستريبيوشن ترانسفورمر، بدي اوزع على منطقة معينة جهد، فبجيب بشوف الجهد اللي واصلني وبختار التاب اللي انا بدي اياه. طبعا مش بالضرورة انه التابينج فقط يكون على طرف البرايمري، ممكن يكون على طرف السكندري. يعني يكون انا عندي محول بدخله 220 فولت والسكندري بيعطيني اكثر من جهد على نفس الملف، لانه بكون الملف له تابس، فبكون ملف عندي بيعطيني 24 فولت و12 فولت و6 فولت و3 فولت، ملف واحد طالع منه تابس. طبعا اللي بيحدد لي قيمة الجهد هو عدد اللفات اللي باخده من المجموع الكلي، فهي نسبة وتناسب، علاقة طردية. كل ما زادت عدد اللفات راح يكون الجهد المحتث على المخرج اكبر، فبرضو بستفيد منه اني اختار
الجهود اللي أنا بدي إياها. وطبعا إحنا هذا المثال مر علينا لما حكينا على المحول الكبير اللي بيتم استخدامه في لوحات التحكم تاعت المصاعد، بتعطيني خيارات أكثر بحط عليه أحمال حسب الحاجة. طبعا هذا السلايد بيوضح الفكرة اللي أنا حكيتها قبل شوي بالسلايد السابق. طبعا في الحالة اللي بلزمني أني أزود فيها جهد ثابت على مخرج المحول للأحمال الكهربائية التي قد تتغير بشكل مستمر، بلزمني في هاي الحالة أن أستخدم محول خاص اسمه TCUL اللي هو Tap Changing Underload. مرة ثانية، يعني إذا كان في أنا عندي أحمال متغيرة القيمة تتطلب انه يكون مطبق عليها جهد ثابت، هذا الجهد بدي اخده من مخرج محول، في هاي الحالة لازم استخدم نوع خاص من المحولات اسمها TCUL اللي هي Tap Changing Underload، او الها مسمى اخر اللي هو Voltage Regulator. بشكل رئيسي TCUL، محولات TCUL هي عبارة عن محول بكون عنده المقدرة على انه يغير التابس اثناء ما الباور تكون موصولة عليه، فبيستشعر التغيرات اللي بتصير على الحمل، لانه احنا حكينا انه ممكن تتغير عندي جهد المخرج لما ذكرنا الفولتج ريجليشن اذا بتتذكروا. فالفولتج ريجليشن هو بحدد لي قديش عندي بتغير مخرج الجهد مع تغير الاحمال الكهربائية اللي سببه تغير التيار او اللي بيسبب تغير التيار المسحوب. فطبعا بيستشعر هذا المحول الخاص هاي التغيرات وبصير لحاله يغير التابنج، يعني بكون موصل على تاب معين في ملف السكندري مثلا، فعلى طول بنتقل لتاب ثاني في ملف السكندري بكون بيعطيني جهد اعلى او جهد اقل، او المفروض يعطيني جهد اعلى او جهد اقل، بس مع زيادة سحب التيار بتلاحظ انه الجهد على الاوتبوت بده ضل زي ما هو، لانه بزيادة سحب التيار بزيد الدروب فولتج على الممانعة الداخلية، فجهد المخرج بتغير، فمهم جدا اغير الانديوز فولتج الداخلي عن طريق التابنج. فهذا النوع من المحولات طبعا مهم جدا اذا انت كنت بتشتغل في شركة كل شغلة بخصوص المحولات وتنظيم الجهد وتنظيم التيارات وما الى ذلك. بدي احكي الان على موضوع جديد اللي هو الاوتو ترانسفورمر. واذا بتتذكروا اني انا لما حكينا لكم على انواع المحولات حكينا انه في عندي نوعين ممكن تصنيف المحولات بناء عليها اللي هي الكونفنشنال ترانسفورمر والاوتو ترانسفورمر. طبعا من كل نوع من هاي الانواع في السنجل فاز والثلاثة فاز، وايضا في التابت ترانسفورمر والفاريبل ترانسفورمر، وقس على ذلك بالنسبة للأوتو ترانسفورمر. طبعا الفرق ما بين الأوتو ترانسفورمر والكونفنشنال ترانسفورمر، أحد الاختلافات الرئيسية اللي هو أنا عندي في دائرة الأوتو ترانسفورمر هناك اتصال مباشر ما بين دائرة الإدخال ودائرة الإخراج، بحيث إنه الملفات متصلة فيزيائيا مع بعض بغض النظر الاوتو ترانسفورمر عندي ستيب اب اور ستيب داون، على خلاف الكونفنشنال ترانسفورمر في عندي عزل ما بين دائرة الادخال ودائرة الاخراج، فما في اي اتصال فيزيائي بين ملف البرايمري وملف السكندري. طبعا عملية العزل هاي بتعطيني يعني ميزة البروتكشن الايزوليشن، هذا بيعطيني ميزة البروتكشن انه لو صار تلف في دائرة الحمل اللي هو السكندري قد لا يؤثر في الغالب على دائرة البرايمري وتتلف، على خلاف الأوتو ترانسفورمر اتصال مباشر بين الأسلاك على الأرجح ممكن تتأثر دائرة الإدخال والملفات، ولا كمان شوي بفرجيكم صورة بتوضح هذا الكلام. برضو كمان من الاختلافات الأخرى اللي بنعتبرها ميزة للأوتو ترانسفورمر وله أيضا استخدامات وتطبيقات تختلف عن الكونفنشنال ترانسفورمر، إنه التغير اللي بيصير بين دائرة الإدخال ودائرة الإخراج في الأوتو ترانسفورمر عادة بيكون تغير بسيط، على خلاف التغير اللي بيصير في الكونفنشنال ترانسفورمر. يعني لو الكونفنشنال ترانسفورمر عندي مثلا
محول بدخل عليه 220 فولت ممكن يطلع لي على الاوتبوت 12 فولت. وانت بتحكي 12 فولت بالمقارنة مع ال 220 هو فرق كبير بين التنين، يعني مش فرق صغير، 12 من 220 ل 12 فولت. على خلاف الاوتو ترانسفورمر ما بيقدر يعمل هذا الهبوط او يعمل الزيادة اذا كان ستيب اب، فعادة التغير بيكون بسيط. فلمحول اوتو ترانسفورمر ممكن ادخله 220 فولت، على ستيب اب كونديشن ممكن يعطيني 232 فولت، فالزيادة بتكون 12 فولت على الاوتبوت. وطبعا هاي اجين لها استخدامات مهمة. في السابق كانوا يستخدموها للتحكم بسرعة محركات الثلاثة فاز، ممكن تطلعوا على هذا الكلام لما تاخذوا مادة الدرايف. بس طبعا يعني الهدف الرئيسي اللي اخترعوا هذا المحول عشانه اللي هو تغيير الجهد بمقادير بسيطة. فتخيل لو كان في عندي تابس على المخرج بتصير التغيرات even يعني small وبتكون multiple متعددة. فبشكل عام هذول الفرقين الأساسيات بين المحولين. وطبعا وجود عزل زي ما حكيت بيعمل لي بيعطيني نوع من البروتكشن بين دائرة الإدخال والإخراج. فالأوتو ترانسفورمر لازم له دوائر حماية أو عناصر حماية أكثر من اللي ممكن تكون موجودة بالمحول الكونفنشنال في عزل ما بين دائرة الإدخال والإخراج. طبعا هاي الدائرة بتمثل لي الأوتو ترانسفورمر بالمقارنة مع الكونفنشنال ترانسفورمر. الكونفنشنال ترانسفورمر دائرة الإدخال مستقلة عن دائرة الإخراج، بينما بالأوتو ترانسفورمر في اتصال مباشر والوسيط بيناتهم اللي هو هذا الملف. هذا الملف بنسميه ايش؟ ملف الكومون. وهذا الملف بنسميه ملف ايش؟ ملف السيريز، لانه موصول على التوالي. طبعا اذا دخلنا الكهرباء من الجهة اليسرى وطلعناها من الجهة اليمنى فبكون انا عندي ستيب اب ترانسفورمر. عادة ما بنسمي برايمري وسكندري، عادة بنسمي اللو خليني احكي اللو فولتج سايد والهاي فولتج سايد. واذا دخلت الكهرباء من اليمين وطلعتها من الشمال فكأنه بنحكي ستيب داون ترانسفورمر. على خلاف انا عندي المحول الكونفنشنال بغض النظر وين بوصل الباور سبلاي الملف بنسميه برايمري وايندينج، ومحل موصل اللود بسميه سكندري وايندينج. طبعا العلاقات الرياضية اللي احنا شايفينها هون مهم جدا انكم تعرفوها، لانه من خلالها راح نشتق علاقتين اساسيتين اللي هي الفولتج ريليشن شيب والكرنت ريليشن شيب. فلاحظ لهذا المحول بغض النظر هو ستيب اب او ستيب داون، الكهرباء اجت من اليمين او من الشمال، ال VL تساوي ال VC وال VH تساوي VC زائد V سيريز اللي هو حسب قانون كيرشوف. وفي عندي برضو كمان حسب قانون كيرشوف IL تساوي IC زائد ISE، والاي اتش هي نفسها الاي اس اي. اهم شغلتين اللي هم معادلة 72 و273 انه نعرف انه جهد الكومون دايما جهد اللو الفي ال، ونعرف انه تيار الهاي هو دايما تيار السيريز. طبعا راح افرجيكم لاحقا برضو كمان كيف ممكن نحول conventional transformer لأوتو ترانسفورمر والعكس. طبعا هذا نفسه الاوتو ترانسفورم في حالة اني بعمل له ستيب داون، نفس العلاقات اللي ذكرتها قبل شوي. وهذا طبعا بشرح الكلام اللي احنا حكيناه قبل شوي. وهذا السلايد السيم. طبعا عشان نطلع الفولتج ريليشن شيب بدنا نرجع للعلاقات الاربعة اللي ذكرناها قبل ثلاث سلايدات. هلا بغض النظر هو المحول ستيب اب او ستيب داون العلاقات لن تتغير. فعند ال VH تساوي VC زائد ال V سيريز، وهي واضحة اذا بترجع للإكوفلنت سيركت. الان بدنا نعرف احنا قبل شوي حكينا انه كل ما زاد عدد اللفات الانديوز فولتج بدها تزيد، وبالتالي في علاقة طردية ما بين الجهد وعدد اللفات. وهذا برضو كمان واضح بالكونفنشنال ترانسفورمر لما حكينا A تساوي NP على NS واللي هي تساوي VP على VS اللي هي primary وsecondary. فهون بيحكي لك انه جهد الكومون يتناسب طرديا مع عدد لفات ملف الكومون، وجهد السيريز اللي هو ملف السيريز يتناسب طرديا مع عدد لفات ملف السيريز. اقسم التنين على بعض بتطلع معاي العلاقة اللي انتو شايفينها هون.
بستخدم هاي العلاقة بإني أعوض محل البولت سيريز بالـ NSE على NC مضروبة بالـ VC. الآن إحنا بنعرف إنه دائما الـ VL تساوي VC حسب الـ Equivalent Circuit، فاستبدل الـ VC محلها استبدل VL، بعدين طلع الـ VL عامل مشترك، فبتصفي VL مضروبة فيه 1 زائد NSE على NC، واحد المقامات بتطلع معاي العلاقة، أعد ترتيب المعادلة فبتطلع الـ VL على الـ VH تساوي NC على NSE زائد NC. طبعا هاي العلاقة يعني هي علاقة بسموها الـ Voltage Relationship وملهاش دخل، بغض النظر أنا الـ Auto Transformer عندي Step Up أو Step Down ما رح تفرق، رح تضل نفس العلاقة. تقريبا نفس الابروتش اللي انا استخدمته عشان اوجد الفولتج ريليشن شيب بستخدمه لايجاد الكرنت ريليشن شيب. ببدا بالعلاقه قانون كيرشوف اللي هو تيار اللو تساوي الاي سي زائد اي سيريز، وهاي العلاقه اللي احنا شايفينها هون برضو كمان بستخدمها على اساس اكمل ديفلوبمنت للريليشن شيب. فخلينا نرجع نشوف من وين جبنا هاي العلاقة. حكينا احنا المجال المغناطيسي اللي بده يمشي في ملف الكومون نفسه المجال المغناطيسي اللي بده يمشي في ملف السيريز، فإلهم نفس الماجنيتوموتيف فورس، والماجنيتوموتيف فورس عندي شو تساوي؟ تساوي التيار في عدد اللفات. اذا الماجنيتوموتيف فورس في ملف السيريز نفس الماجنيتوموتيف فورس في ملف الكومون، وبالتالي الاي سي ان سي تساوي N سيريز مضروبة في الـ I سيريز. رتب المعادلة بتطلع معاي العلاقة اللي احنا شايفينها. الآن again منروح نستبدل الـ IC بالعلاقة هاي منعوضها هون، بعدين احنا عارفين already انه الـ IH اللي هو التيار المسحوب على الـ High Voltage Side هو نفسه تيار السيريز، استبدل الـ I سيريز بالـ IH، طلع الـ IH عامل مشترك، واحد المقامات بتطلع معي العلاقة اللي موضحها هون. لاحظ العلاقات دائما سواء current relationship أو voltage relationship بحط اللو على هاي، فعلاقة الكرنت IL على IH وعلاقة الجهد VL على VH. طبعا في نقطة أنا لازم أنبهكوا إلها، إنه عشان الأوتو ترانسفورمر يشتغل صح لازم، شايفين الدات كونفنشن هون، الدات كونفنشن لازم تكون بنفس الاتجاه. يعني ما بزبط انا احط ملف الدات كونفنشن تبعه هون والملف الثاني الدات تحت، يكونوا متعاكسات بغض النظر بوجه بعض، او واحدة بعيدة هون وواحدة تحت، لا يجوز، يجب ان يكونوا ايش بنفس الاتجاه، لانه بالنهاية لما انا احكي VH تساوي الـ VSE زائد الـ VC، يعني انا ما بطلع هاي العلاقة من فراغ، بطلعها لانه البولاريتي بين الـ two windings لازم تكون بنفس الاتجاه على اساس تزبط معاي العلاقة الرياضية، وبالتالي يشتغل الاوتو ترانسفورمر زي ما انا بدي. طبعا هون بحاول في هذا السلايد يحكي لك عن موضوع الـ apparent power rating advantage. شو يعني الـ apparent power rating advantage؟ المقصود فيه انه انا بقدر احول محول العادي الـ conventional التقليدي لمحول اوتو ترانسفورمر. في هاي العملية، عملية التحويل من conventional لاوتو، انا بصير عندي الـ power apparent power تاعت المحول اعلى، يعني بتكون انا عندي قيمة الـ power للـ conventional قيمة معينة، اذا انا ربطته بحيث انه صار اوتو ترانسفورمر صار يتحمل باور اعلى. فهاي المقصود بالابيرنت باور ريتنج ادفانتج، الزيادة الحاصلة في قيمة الباور لما احوله لاوتو ترانسفورمر. والان راح افرجيكو كمان شوي كيف آلية التحويل. طبعا خلينا بس تابعوا معاي احنا عشان نفهم الفكرة، نتابع العلاقات اللي هون. الان انا الان بحكي على الاوتو ترانسفورمر. الاوتو ترانسفورمر شو بحكي؟ انه الاس الداخلي هي عبارة عن الـ VL في الـ IL. طبعا هذا على اعتبار ايش؟ على اعتبار انه احنا عندنا step up auto transformer، بس لن يختلف الوضع ابدا لو تعاملت مع step down auto transformer. بس بدي افترض انه انا عندي step down اللي هي الرسمة اللي في السلايد السابق، فالـ SN VL IL والـ S out VH IH. الان احنا حكينا في السابق انه عشان نطلع علاقاتنا بدنا نحكي انه الاس ان هي نفسها تساوي الاس اوت، وفي هاي الحاله انا بدي اسمي الاس ان والاس اوت بدي اسميهم اس اي او
اللي هي اس انبوت اوتبوت، لانه التنتين نفس القيمه، فلو بغض النظر كانت انبوت ولا اوتبوت لهم نفس القيمه، فبدي استخدم الرمز اس اي او. وعاده الرمز اس اي او هذا لا يتم استخدامه الا للاوتو ترانسفورمر. الان نيجي للاس تاعت كل ملف من الملفات. اذا ملف في الكومون الاس تبعته في سي في اي سي، واذا كان ملف في السيريز، اذا كان ملف في السيريز الاس تبعته في اس اي مضروبه في الاي اس اي. واحد بيقول لي طب ليش الثنتين متساويات؟ لانه لو كان انا عندي كونفنشنال ترانسفورمر محول تقليدي، الان الاس اللي داخله على ملف البرايمري هي نفس الاس اللي طالعه على ملف السكندري. فملف البرايمري وملف السكندري اذا بدي احولهم لاوتو ترانسفورمر، واحد منهم حيكون سيريز واحد بده يكون كومون. فبالنهاية الاس لكل ملف من الملفات بده يكون متساوي مع الاس الملف الثاني. فهاي العلاقة فالت. ليش؟ لانه لما اجي احول من conventional transformer لauto transformer راح تكون الاس لملفين نفس الشيء. فاذا زاد الجهد اكيد التيار بده ينقص، بالنهاية الاس بده تكون موحدة. طيب ناخذ العلاقة اس دبليو. طبعا الاس دبليو اللي اختصار للوايندنج ابيرنت باور، يعني الابيرنت باور موجودة على الملف الواحد. فلو اخذنا الفي سي اي سي تساوي الفي سي، حكينا شو هي؟ هي نفس الفي ال. والاي سي شو هي؟ الاي ال ناقص الاي اتش، من القوانين الاساسية تاعت الاوتو ترانسفورمر. شو بنسوي؟ بندخل الفي ال بندخله على الاقواس، بتطلع عنا بالطريقة هاي. بنيجي ناخذ الاي اتش، الاي اتش بنستخدم الكرنت ريليشن شيب اللي هي الاي ال على الاي اتش، في علاقه طلعناها. بروح ببدل الاي اتش بي الاي ال ان سي على ان اس سي زائد ان سي، بعدين بطلع الفي الاي ال عامل مشترك فبتصير واحد ناقص. برد بوحد المقامات وبعمل اختصارات، شو بتطلع عندي؟ الاس دبليو تساوي اس اي او ان اس اي على ان اس اي زائد ان سي. شو بنفهم من هذا الكلام؟ بنفهم من خلال السلايد اللاحق انه نسبة الابيرنت باور للاوتو ترانسفورمر على الابيرنت باور للملف الواحد تساوي ان اس اي زائد ان سي الكل على ان اس اي. طبعا واضح من المعادلة الرياضية هاي انه الناتج بده يكون اكبر من واحد. كيف عرفنا اكبر من واحد؟ ما هيو ان اس اي زائد ان سي على ان اس اي. ايش محطيت قيمه لان اس اي؟ بدك تعطي قيمه لان سي كرقم، يعني بالنهايه التوتال شو بده يكون؟ بده يكون اكبر من واحد. شو معنى انه يكون اكبر من واحد؟ انه قيمه الاس اي او راح تكون اكبر من قيمه الاس دبليو، يعني قيمه الابيرنت باور في حاله الاوتو ترانسفورمر راح تكون اكبر من قيمه الابيرنت باور في حاله الكونفنشنال الترانسفورمر. قديش راح تكون اكبر؟ مين اللي بيحددها؟ عدد اللفات اللي بالسيريز وايندينج وعدد اللفات اللي بالكومون. عشان نفهم اكثر واكثر خلينا نشوف اكزامبل كيف الارقام تطلع معنا. هون في انا عندي 5000 كيلو فولت امبير ستيب اب اوتو ترانسفورمر، بدي ادخل عليه 110 كيلو فولت واطلع منه 138 كيلو فولت، بحيث انه نسبة الـ NC للـ NSE هي 110 لـ 28. فالان المطلوب اني اوجد قدرة المحول في حالة اني خليته conventional، يعني فرضت المحول وخليته ايش؟ conventional، يعني primary و secondary غير انه يكون connected together دائرة الادخال والاخراج. فبستخدم القانون اللي هو موجود في علاقة 285. طبعا عدد اللفات مش موجودة عندي بنص السؤال اللي هي الـ NSE والـ NC. فزي ما حكيت سابقا في علاقة طردية بين عدد اللفات والجهد المحتث عليها، فبستبدلها بالـ VSE على VSE زائد VC، والقيم هاي موجودة عندي. فبطلع عندي الـ SW شو يساوي؟ 1015. طبعا الـ SIO هي عبارة عن الـ Apparent Power للـ Auto Transformer، والـ SW هي عبارة عن Apparent Power للـ Conventional Transformer اللي هو فعليا الـ Apparent Power لملف الـ Primary هي نفسها لملف الـ Secondary. فشو يعني الأرقام اللي طلعت؟ الأرقام اللي طلعت إنه والله قدرة المحول زادت بمقدار 5 مرات لما كان موصول Auto Transformer على لما كان موصول Conventional ترانسفورمر. هذه هي النقطة اللي بتشرح بالضبط
ايش اللي قاعد بيصير. الآن الخلاصة من التحويل مذكورة بالنقطة الثالثة في هذا السلايد، بيحكي لك انه الاوتو ترانسفورمر كود بي 5 تايمز سمولر، حجمه اصغر، وهذا شيء طبيعي لانه انا عندي الكور اللي بكون موجود بده يصغر، لانه احنا بالكونفنشنال الفكرة اني انقل مجال مغناطيسي من الطرف للثاني بدي كور كبير، بينما هون كلياته ملفوف على كور واحد، قد يكون على شكل لج واحدة موصول عليها الملفين فوق بعض. بالإضافة إلى ذلك بكون عندي الكور حجمه أقل والماتيريال المستخدم أقل، فأكيد بده يكون إيش، بده يكون أقل كلفة. فبالنقطة الرابعة بحكي لك لهذا السبب كثير يعني من حسنات الأوتو ترانسفورمر، أو من الحسنات إني أبني محولات بين قيم دخل وإخراج كثير متقاربة. هاي شغلة كثير مهمة. طبعا قبل ما أنتقل على السلايد اللي بعده بدي بس أحكي إنه في هاي الحالة لو تم السؤال ما هو الأدفانتج اللي بيصير معاي في الأبيرنت باور ريتنج لما أحول من كونفنشنال ترانسفورمر لأوتو ترانسفورمر، لهذا السؤال بحكي إنها تساوي 5، 5 اللي هي الإضافة أو الزيادة اللي صارت على الأبيرنت باور ريتنج. طبعا هذا سؤال عملي لمحول قدرته 100 فولت أمبير وبياخد 120 وبيعطيني 12، بدي أعيد توصيله لحتى يصير ستيب أب أوتو ترانسفورمر، وموضح لي البرايمري فولتج 120 تم تطبيقها على المحول الجديد اللي هو الأوتو ترانسفورمر. السؤال بحكي لي شو السكندري فولتج للمحول، طبعا هون المقصود فيها اللي هو الجهد على دائرة الإخراج الاوتو ترانسفورمر. النقطة بي شو هي الماكسيمم فولت امبير ريتنج ان ذيس مود اوف اوبريشن. لما نيجي نحكي احنا الفولت امبير يعني المقصود فيها الابيرنت باور الماكسيمم اللي هي العظمى. طبعا انا كان عندي بالكونفنشنال 100 قديش راح تصير، يعني اي ام اكسبكتنج انها تكون اكيد اكثر من 100. الفرع سي هون محطوط اي، احسب لي الريتنج ادفانتج اوف ذيس اوتو ترانسفورمر كونكشن over the transformer's rating in conventional. طبعا اذا انت اوجدت الـ apparent power في حالة الـ auto transformer بتصفي عملية انك تلاقي الـ advantage عملية سهلة. نشوف الحل. الحل هون واضح، برجع للـ voltage relationship اللي تعلمناها اللي هي الـ VH اللي هي الـ VL على الـ VH. طبعا هون اعاد ترتيبها، صارت الـ VH تساوي اللفات اللي شايفينها. طبعا عشان انا اعرف اميز بين الـ NC والـ NSE لازم اوصل المحول بشكل جيد. احنا حكينا المحول العادي 120 ل 12، فاذا حولته لاوتو ترانسفورمر اكيد راح يكون ملف الكومون هو نفسه ملف البرايمري بالكونفنشنال، وملف السيريز هو نفسه ملف السكندري في الكونفنشنال ترانسفورمر. فاذا عرفت هاي الشغله بقيه الامور اصبحت سهله. فالفي اتش في هاي الحاله بدي اعمله ستيب اب اكيد راح تطلع ايش 132. اصلا بدون هاي العلاقه الفولتج ريليشن شيب بقدر انا احسبها بس من خلال النظر، طبعا بدي راعي موضوع الدات كونفنشن يكونوا بنفس الاتجاه، فالموضوع واضح جدا. طبعا بالنسبه للريتنجز اللي عشان انا احسب الاس اوت، طبعا اجين الاس اوت او الاس ان او الاس اي او هي نفس الفي اس في اي اس وتساوي الفي اتش اي اتش. فإذا حسبتها للإس ولا حسبتها للإتش راح يطلع معك نفس الجواب اللي هو 132. طبعا الإس مقصود فيه سكندري أو اللي هو دائرة الإخراج، بضربها بقيمة التيار اللي حسبته بالفرع الأولاني حيطلع عندي 1100 فولت أمبير، نفسها الإس إن الإس أي أو. طبعا وين حسبنا التيار؟ من خلال الإس دبليو، هون حاطتها إس ماكس، فالإس دبليو على فولتية السيريز اللي هي نفسها فولتية السكندري راح تعطيني قديش 100 على 12، ف8.33. طب ليش قسمناها على السيريز؟ لانه انا بدي احسب التيار اللي طالع على دائرة الاخراج اللي هي بالهاي فولتج سايد، فبعوض القيمة بالمعادلة الثانية. طبعا لو رجعت انت للإكوفالنت سيركت الامور حتكون اوضح بكثير. طبعا شو اللي صار عندنا انه كان الكونفنشنال 100 فولت امبير لما حولناه اوتو ترانسفورمر ارتفع ل 1100، معناته قديش الريتنج ادفانتج اللي هو بالفرع سي راح يكون 11. واضحه المساله.
وإذا أنا بديش أقسم S على S بإمكاني أرجع للعلاقة الرئيسية اللي بتربط ما بين apparent power تاعت الـ conventional transformer والـ auto transformer باستخدام علاقة الـ number of turns، راح تطلع معاي نفس النتيجة. طبعا في هذا السلايد بحاول يحكي لك انه مش من الطبيعي ومن الممكن انه بس اعيد توصيل اي محول واقلبه اخليه اوتو ترانسفورمر اي يوزت بالشكل اللي ذكرناه في اكزامبل 2.7. ايش السبب في ذلك؟ الموضوع له علاقة بالتصنيع اللي هو بتضمن موضوع الانسوليشن على اللو فولتج سايد للاورديناري ترانسفورمر، لانه ممكن ما يكون الانسوليشن سترونج انف لحتى انه يتحمل الفول اوتبوت فولتج للاوتو ترانسفورمر كونكشن. فهو نظريا بنقدر نعمل هذا الحكي، بس اجمالا لازم يكون المحول مهيأ من المصنع لان اعيد توصيله يصير اوتو ترانسفورمر. في المحولات اللي هي مبنية بشكل خاص كاوتو ترانسفورمر، الانسوليشن بالسمولر كويل اللي هي ملفات الصغيرة اللي هي بتكون سيريز وايندينج از ميد جاست، بتكون مصنوعة بنفس القوة في العازلية للملفات اللي بتاخد جهود أعلى. طبعا من الممارسات الشائعة في أنظمة القدرة أني أستخدم الأوتو ترانسفورمر في المكان اللي بكون فيه مطلوب نقل للجهد من قيمة إلى قيمة أخرى قريبة جدا إلها. السبب في ذلك أنه كل ما كانت القيم متقاربة ما بين الإدخال والإخراج، كل ما كان الباور أدفانتج صارت أكبر، فصار تحملها للتيارات بيكون أكبر، يعني التيار مرافق مع الجهد، فالأبيرنت باور بدها تكون أعلى من الكونفنشنال الترانسفورمر. برضو كمان بتم استخدام الاوتو ترانسفورمر كمحولات متغيرة. شو عن متحولات متغيرة؟ بإمكاني ان اغير قيمة جهد المخرج where the low voltage tab moves up and down the winding، نفس فكرة التابينج، بس التاب في هاي الحالة بالفاريبل بكون متحرك. طبعا هذا بكون كثير مناسب او طريقة مناسبة لاني اقدر احصل جهد AC متغير. طبعا استل الجهد المخرج بده يكون قريب من جهد المدخل، وهذه الغاية من استخدام الاوتو ترانسفورمر. هذا كمان مثال 2.8 بعزز المفاهيم اللي حكيناها بالنسبة للباور ادفانتج. بحكي لي انه في عندي محول ريتد على 1000 كيلو فولت، بعطيه 12 كيلو فولت وبيعطيني 1.2 كيلو فولت، يعني بعطيه 12000 بيعطيني 1200، بشغال على 60 هرتز لما كان شغال conventional two winding transformer. هذا المحول انا بدي استخدمه كستيب اب اوتو ترانسفورمر بحيث ياخذ 13.2 كيلو فولت ويعطيني 12 كيلو فولت، بدي استخدمه ضمن نظام توزيع للقدره. فالسؤال هو قديش الادفانتج اللي راح يصير عندي؟ طبعا اذا انا رسمت الايكوفالنس سيركت راح تصير الامور عندي سهله، فراح اعرف وين ملف الكومون وين ملف السيريز، واستخدم العلاقة اللي احنا اتعلمناها سابقا بتربط ما بين الـ SW والـ S input output. طبعا الـ number of turns مش موجودة عندي، فانا بستبدلها بقيم الجهود V series والـ V common. طبعا بناء على الارقام اللي عندنا المفروض انه المعادلة تتعوض 1.2 زائد 12 على 1.2، بس هو حاطط 1 زائد 10 على 1 على اعتبار انه النسبة 12 ل 1.2 هي نفس النسبة 10 ل 1، فتسويتها بالارقام هاي او بالارقام هاي المفروض يطلع عندك نفس الجواب. شو الجواب بحكي لي؟ انه انا كان عندي 1000 كيلو فولت، النتيجة النهائية لما حولت اوتو ترانسفورمر بالطريقة هاي على طول صار يتحمل 11000 كيلو فولت، which means انه الادفانتج في هاي الحالة 11 مرة.